السلام عليكم اخي نسيم. اخويا احنا من دوك اصحاب البراديل 20 غشت كان وقع لينا مشكل، كنا كنمشيو ندقوا البرا كنجيو كندقوها بخير، كنمشيو فحالنا بخير كنحيدوا الفاصمه. هاد المره مني في شهر 19 في شهر 9 وقع لينا المشكل، دقيناها ومشينا لفحالنا باش وكنديروا التقطيره سيمانه، في الاخر الصباح صبحنا ما كنشوفوش بالعين، حيدنا الفاصمه والو كيبان لك الظلام. هي هذيك جينا ل 20 غشت، جينا كيداونا نعسنا كيداونا الدوايات. دابا جينا ل 20 غشت جينا باش جيت باش نسرح واحد العريق صدقوا، قال لك يا ودي غادي تناقشوا في واحد البرق كيتناقشوا فيها عقا 10 ولا 15 وكيدقوها. فعلا ناقشنا في ديك البرا شرينا جنا لهم دقينا البرا، ملي دخلوا لهم البرا ما عرفنا البرا كيفاش، دقوا لنا ديك البرا تكبسنا من عينينا صافي. ما تليتش توالو ثلاث ايام وانا بارك في السطات تما، انا حيت من السطات ثلاث ايام وانا بارك تسنى يجي يشوف يجي يشوف. جا الدريه من جي قالت لي غتجي تدوز هادشي عندك راه بزاف، والحريق حريق ما نعش. مشينا على شي عند هذاك الطبيب جيت تما في السطات قال لي يا ودي العيال عامر في ميكروب سير عندهم. رجعت عندهم، ملي رجعت عندهم قالوا لي يا ودي راه على قلبي يا ودي راه البرا فيها حق الميكروب. دقوا لي شي براوات بقاو دقوا لي البراوات شدوني نعس عندهم تما، دقوا لي مع خمسات براوات ولا شنو هما اللي دقوهم ليا. عطاونا دوك التقاطر وعطاونا داك الشيء، ولكن اخويا راه ما جانا نشوف لا والو، حنا باقيين عامين باقيين ما نشوفوش، باقيين العين ما جاش فيها شوف. هذا لا يسرق، هذا العين لا يسرق. ما كنشوفش بها شويه واحد شويه صافي. الوقت قبل ما تدق البرا كنت كنشوف هو كنشوف 10 متر قدامي كانش كاع هذا، ولكن انا ملي دقوا لي ديك ثلاث ايام ما بقيت نشوف والو. ديك ثلاث ايام اللي فاش دقت لنا ديك البرا فيها الميكروب ما زيد نشوف والو، عيني عمرت ميكروب. وهذيك البرا مول فيك تدقوها من قبل ولا من قبل؟ انا كنت من داك البرا على داك السيد في السطات وكنت رجع لي الشوف مزيان عاد عاد سعود العشرة عاود شويه الضبابه عاد عدي ثاني الضبابه رجعت عدو ما تقديتش معاه. قال لي ودي ثاني غادي تخلص لي 40000 الدقه ودير الراديو ودير هادي ودير هادي صافي. زودي بزاف عليا ما كاينش، ما تصبر معايا شويه ما كاينش بزاف عليا. صوبت لامو جيت لهنا ل 20 غشت، ملي جيت ل 20 غشت باش ندوز وقع لي هذا المشكل معاهم. قالوا لنا ديك البلا فيها ميكروب ملوثه صافي، صدقنا عامين من عينينا. باقي ما دير حتى حاجه، انا متبع معاهم اليوم دير هادي اليوم دير هادي، غدا دير التقاطر غدا دير التقاطر صافي. هو صافي هادشي اللي غادي داروا لي واحد الرادي هذاك واحد الرادي وعاود شويه حيدو ثاني. داروا لي هذيك النهاريه الحرامه ديال ليزر وليني ما حلفني ما هذيك ليزر واخا هكاك ما حلفني ما جا لا شوف لا والو. وحنا ثاني باقيين غادي نديروا معاهم من الاثنين قالت لك جي باش نديروا لك الراديو. حنا بغينا زعما نطالبوا بحقنا هنا عند المحكمه، نطالبوا بحقنا الى عاودوش لينا. يعني انتم كطالبوا التعويضات؟ اي نطالبوا التعويضات الله ينصر سيدنا. واش غنديروا؟ المشكل اللي عندي انني كنت تنشوف عينيا مزيان، مشينا 20 غوش باش ندقوا واحد الشوكه، دقيناها الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث اللي دقها صباح الغد اللي ما تيشوفش بعينه. دابا ما كتشوفش بها نهائيا؟ نهائيا، نغمض هادي ما نشوف حتى حاجه قدامي يا الظلام. كنت نشوف بها مزيان ماشي شويه، تتصعد على 10 تنشوف بها مخير احسن من هادي يعني. دابا تغمضها غاده وتتسد ما عرفتش كي داير، ما بقاش تنشوف بها. لا صح هذا هو الحل نتاع هذا، واخا نجبد حتى نعيا صح. وقع المشكل كان خرجوا الاعلام، شكون كنديروا معاكم؟ هما قال لك علاش مشيتوا كاع للاعلام؟ السبيطار قال لك ما تقدرش تمشيو للاعلام. قالت لك وصلتوا للاعلام علاش مشيت؟ احنا راه مشينا للاعلام ما عايرناكم ما سديناكم ما والو، قلنا لهم الطب داروا خدمتهم الله يرحم لهم الوالدين. احنا راه ما عايرناكم ما والو، هما ديك الاعلام علاش مشيتوا للاعلام ما بغ... ما تقبلوهاش هما. ما حسيتوا بالضرر هذيك الساعه كتشوفوا على عينك ما عيني مشات صافي ما بقى تسع شهور وانت محل لا لقيتي. انا كنت نسوق طاكسي سيفور طاكسي
19 شهور انا مريح باش غادي تشوف الطاكسي باش غتخدم باش غادي و... والله ما قال 19 شهور انا مريح والله ما خدام بالله. الطلب تاعنا تنطلبوا من الوكيل العام جلاله الملك يسرع لينا الدوسي تاع لعند الفرقه الوطنيه يسرعوا باش نشوفوا القضيه تاعنا كيفين واصله. وهادشي علاش تنطلبوا بتسريع الدوسي نشوفوا القضيه فين غادي. وقع لي انا في السبيطار 20 غوش نهار شهر 9 نهار 19 دخلت باش نداوي كنت كنعالج عيني داخله عيني مزيانه كان عندي واحد مشكل كان عندي عرق كيكب لي في هذه العين اليسرى نوبه الاولى دقيت البرا داس مزيانه والثانيه قال لي غدق البرا وغنخرجوك مضاضر الثانيه وقع ثاني مشكل ميكروب طرا لي دقوا لي في البرا في عيني مشات لي دابا عيني ولي دابا دخلنا عندهم ودايرين العلاج ولكن بلا فائده العين مشات لي دابا ما كنشوفش بها حتى شي حاجه ما كنشوفها بهذ الايمنه صافي كنت كنشوف مزيان كان عندي غير عين هاد اليسرى كتكب لي شويه قال لك بحال كاين اللي عنده الماء كاين اللي عنده كدير واحد العرق كان كيعالجوا لي زعما داك العرق دابا انا مشيت العين كلها مشات دابا بداك الميكرو مشات لي العين دابا كنطالب في الحقوق ديال عيني دابا واش باغي ديروا شكايه في التشريع اللي غندخلوا عند وكيل الملك باش طالبوا الحق ديالنا هما ما داروا معنا حتى شي حاجه حتى حاجه ما شلنا من عندهم خويا حنايا انا عندي مريضه السكر ودار لي ايماغاجي في العين توصل لي واحد العرق وجيت للمستعجلات دار لي واحد الراديو قالوا لي عاد غتولي ديري واحد الشوكه صافي بقيت كندير هذيك الشوكه درتها 8 مرات يعني قال لي بدات كتحسن لك عينك شويه من داك الماء قال لي غتزيدي عاد 3 وتحبسي صافي قلت لك هذيك الثالثه نزلت جدتها في شهر 9 يعني ما نزلنا صافي مابقاش كنشوف بعيني دارت لينا ميكرو صافي داك البر شريناه من الفرماسي يعني داك الدواء شريناه من الفرماسي دائما كنشريو ما عمر وقع لينا هذا المشكل صراحه هو هذه المره وقع لينا هذا المشكل حنا 22 واحد شحال 22 مازال شحال من واحد ما جاش كاين اللي ما عندوش باش يركب كاين اللي بعيد مسكين كاين اللي يجي انا من رحمه كنجيو المركوبات حتى ما في حاليش راه عندي وليدات صغار ومريضه بمرض اخر وحنا تشوفي نهائيا مابقاش كنشوف بها الضبابه صافي وجي نديرو دابا انا بغينا الحق ديالنا تقدم لنا المحكمه انا دعنا في عينينا احنا انا دابا الشمس ما كنقدرش نشوف بها بزاف ديال الدادر ديال الشعب هادشي اللي نطلبوا من المحكمه تعطي لنا الحق انا الفرقه الوطنيه الدوسي ديالنا من شهر 9 باقي ما دفعش ما كاين حتى شي حاجه طالعين عاطينا كان اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.